أهلا بكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، ويوم جديد بترنيم جديد بأفراح جديدة، ومعاكم في برنامج هنرنم. مش هنرنم ولا يلا نرنم، لكن هنرنم. تعالوا في الوقت اللي جاي نستمتع وإحنا رغم أنه العالم والظروف واللي حاصل حوالينا والأخبار، وما أدراك والأخبار. يعني أنا عارف يمكن الحاجات اللي حوالينا تخلينا ما تنفعش حتى نبتهج، ربما اللي يفكر في الأفكار دي تجيله لحظات من الوجع ومن الأزمة، من الإحساس الداخلي بالألم اللي ممكن يكون فيه. يعني الواحد مش قادر ينطق، مش قادر يرنم. عشان كده أنا نفسي الوقت اللي جاي ربنا يستثمره في الساعة ونص اللي جاية دي تكون لينا زي التشجيع كده، زي مسكة الإيد، زي ما يكون ربنا بيرفع وياخد بإيدينا عشان نفرح ونهل. عندي خبر ليكم النهاردة بالنسبة لليوتيوب، تقدر تبعت لأي حد من أصدقائك إنه يتابع البرنامج، حتى لو ما عندوش الدش وما عندوش يقدر يتابع البرنامج على الدش على الساتلايت، يقدر يتابعه على الانترنت على اليوتيوب. قدامنا العنوان بتاع اليوتيوب على سات 7 Arabic. لو سمحتوا خشوا، يعني هتلاقوا البرنامج بيتزاع لايف على اليوتيوب دلوقتي حالا في نفس الوقت. ربنا يباركنا ويدينا من عنده يوم جميل النهاردة. يعني أنا مصدق أن الرب في وسط زحمة وإزعاج العالم ده يدينا يوم جميل نرنم له فيه. هحكي عن الفكرة بعد ما رحب أخواتي الحبايب اللي بيعزفوا معايا، ومبسوطين يكون معنا النهاردة أشرف كمان، سامح من زمان ورفيق، يعني يشكر الله شريك خدمة قديم. ربنا يباركنا ويدينا يوم جميل ووقت هايل كده فيه نعرف نرنم للرب ترنيم مختلف. قبل ما ابتدي موضوعي عايز ارنم ترنيمة بتقول ازاي ما رنمش. يعني الترنيمة كتبها اخت يعني عزيزة اسمها الاخت ايفون خالد، زوجة خادم الرب الاخ خالد فيلبس. اشكر ربنا لاجلهم ولاجل الخدمة الجميلة اللي حطها الرب على افواههم وخدمتهم. ترنيمة بتقول ازاي ما رنمش رغم ان العالم صعب، ورغم ان الامور مزعجة، ورغم ان الحالة يعني من اسوأ ما يكون، لكن ما ينفعش ما رنمش. ربنا يدينا في مرة تانية اكلمكم عن حبقوق والتلات اصحاحات بتوعه، وازاي في وسط الظروف اللي ما ينفعش فيها حد يرنم هو واقف يرنم ويقول فاني افرح وابتهج باله خلاصي. كاتب الترنيمة اللي جاية دي بيقول ازاي ما رنمش وانت الهي قوتي. تخيل اذا كان فرح الرب هو قوتنا فعلا، واذا كان سفر اشعياء اصحاح 12 بيقول، يعني بيقول ان انا الرب ترنيمتي وقوتي، يعني ما عنديش قوة تاني في حياتي ينفع اخدها غير من الرب وانا برنم، والنور اللي بيملى حياتي وسلامي وفرحتي. ترنيمة جميلة مبهجة ابتدي بيها جلسة الترنيم بتاعتنا النهاردة، وبشكر ربنا جدا جدا لأجل حضراتكم وحضوركم معانا. تعالوا نتشجع، تعالوا نفرح بالرب، حتى لو عندك حاجات صعبة، حتى لو عندك أخبار صعبة، تعالى من فضلك وقول معايا النهاردة إزاي ما رنمش وإنت إلهي قوتي. وإزاي ما رنمش وإنت إلهي قوتي، والنور اللي بيملى حياتي وسلامي وفرحتي. وإزاي ما رنمش وإنت إلهي قوتي، والنور اللي بيملى حياتي وسلامي وفرحتي. بموتك عني وفداك أحلى قصة أنا بحكيها، حبك لي وأحسان أحلى أغنى
أغنية بغنيها بموتك عني وفداك أحلى قصة أنا بحكيها وحبك ليا وأحسانك أحلى أغنية بغنيها وإزاي ما رنمش وإنت إلهي قوتي والنور اللي بيملى حياتي وسلامي وفرحتي وازاي ما رنمش وانت إلهي قوتي والنور اللي بيملى حياتي وسلامي وفرحتي النعمة اللي انا عايش فيه والبركة اللي بتملى حياتي راح اشهد بيها واغني تبان في كلامي وصلاتي النعمة اللي انا عايش فيه والبركة اللي بتملى حياتي راح اشهد بيها واغني تبان في كلامي وصلاتي وازاي ما رنمش وانت الهي قوتي والنور اللي بيملى حياتي وسلامي وفرحتي ازاي ما رنمش وانت إلهي قوتي والنور اللي بيملى حياتي وسلامي وفرحتي رجاء اللي انا مستني رجوعك ليا من تاني اشوفك واتمتع بيك طول الابديه اغني رجاء اللي انا مستني رجوعك ليا من تاني اشوفك واتمتع بيك طول الابديه اغني وازاي ما رنمش انت الهي بيملى حياتي وسلامي وفرحتي ازاي ما رنمش انت الهي قوتي والنور اللي بيملى حياتي وسلامي وفرحتي وازاي ما رنمش انت الهي قوتي يملى حياتي وسلامي وفرحتي. أشكر ربنا جدا إنه إدانا في إيماننا المسيحي إنه يكون فيه ترنيم. بشكر ربنا إن فيه تسبيح. بشكر ربنا إن فيه في قلب السجن وجوه الحزن وجوه الكسرة وجوه التعب وفي وسط الأزمة وفي قلب التجربة كان في زمان مرنم قديم على ما أذكر أنه طيب الذكر الأخ جرجس معوض قال إن كانت حولي تجارب وألام فالفرح في قلبي دوما والسلام يعني أصولا يقول يعني ما تبقى حولي تجارب وألام يبقى الحزن والتعب برضو كمان حواليا لكن أنا عايز أشجع كل وأي واحد فينا ظروف البلد اللي بيحصل حوالينا أمور صعبة كتير جدا ممكن تخلي الواحد مش بس يحزن لكن يكتئب يبتئس ممكن تجيله لحظات فشل من النوع اللي ممكن ما يقومش منه وقابلت ناس كتير كده لكن نفسي أشجعك قوي أشجعك النهاردة تمسك في ربنا جامد تتعلق فيه تلاقي نفسك بتطلع لفوق بياخدك لما فوق حيث المسيح جالس بيشجعك في كل أمر لأن ده احتياجنا النهاردة ودي القوة أصل بص زي ما هنحكي في كلام النهاردة إنه لو حزننا زي ما الناس الباقية بتحزن لو خفنا زي ما الناس الباقية بتخاف لو انزعجنا زي ما الناس الباقية انزعجت لو عملنا زي الناس التانية في تصرفاتهم تجاه اللي بيحصل أي فضل لنا؟ فين الفرق؟
فين المهم اللي عندنا اللي مش موجود عند باقي الناس. اشجعك قوي النهارده واحنا هنتكلم في موضوع صعب، اشجعك تركز فيه، مش عشان تقول فلان كويس يا ريت يكون سامع الموضوع ده، او تقول الموضوع ده انا يعني هبعته لفلان يسمعه. انا مش عايزك تعمل كده، انا عايزك انت تسمعه كويس قوي. وانا الحقيقه وانا حتى بجهز الخدمه دي او الموضوع ده مش قادر احكي لك قد ايه ربنا باركني من خلالها. النهارده هنتكلم على نوع من الناس وهم كثر، هم كتار جدا، ناس عايشه بين الاموات، بس للاسف لانهم ركنوا بين الاموات، ناموا بين الاموات، وصلت بيهم القصه في وقت من الاوقات ان ما بقتش تفرقهم عن الناس الاموات، بقى شكلهم زي الناس الاموات، نايمين وسط الاموات، نفس يعني الطرح بتاعهم مطروحين، نفس الطرحه اللي مطروح فيها الاموات، لدرجه انه مش فرقنهم عن الاموات. النهارده هتكلم عن نائم مع الاموات، نائم مع الاموات. النهاردة هحكي لك من رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس أصحاح 5، يعني حتة كده بيحطها بولس الرسول عن حياة القيامة، وإن الناس اللي لازم يعيشوا، مش لأننا بنتكلم بعد احتفالات القيامة، لكن الناس اللي لازم يعيشوا بعد القيامة يعيشوا في القيامة، يعيشوا مش أسبوع في السنة، لا، دول الناس دول لازم يعيشوا حياتهم كلها في قيامة. يعني النهاردة يعني ببساطة شديدة جدا عايز أسألك سؤال في طول الحلقة هتلاقيه بيتكرر، يا ترى انت فين؟ انت فين؟ انت مع مين؟ انت ازاي؟ تعال احكي لك الحكاية بسرعة من الأول. فمن أول أفسس 1، أفسس أصحاح 5 من عدد 1 هتلاقيه بيحكي لشعب ربنا عن حتة صعبة جدا. في رسالة أفسس هتلاقوه بيتكلم عن الترابط والجسد الواحد وحاجات كتير، لكن يجي في أصحاح 5 يكلمهم بتحريض وكمان تحذير. كتبت في تويتر اليومين اللي فاتوا دول على هذا النوع من التحذير. خلي بالك الشيطان بيفرح جدا جدا لما يلاقي الواحد فينا نايم، وتعرف اكتر واحد يحب يخلي النوم بتاعنا هادي جدا النوم الروحي، الشيطان ينبسط قوي لما يلاقي الواحد فينا نايم روحيا، يا سلام، ويهويله كمان ويبسطه ويسكت الناس كلها حواليه والدنيا اللي ممكن تزعجه أو تصحيه، أو ممكن لو صوت جاي له من شاشة التلفزيون زي النهاردة ولقيت ردود أفعال لناس بعتت لي حاجات على تويتر. الحقيقة استغربت جدا جدا أنه لقيت أن الناس بتقول آه فعلا ده بيحصل. عشان كده النهاردة لو كنت من أولئك النائمين أصلي من قلبي النهاردة أن الرب يعني يسمعك التحذير بعلو الصوت، قوم استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح، فيضيء لك المسيح. أنا هاخد من أول الأعداد لأنها الأعداد طويلة قوي، لكن حتى هو من عدد 6 بيقول كده: لا يغركم أحد بكلام باطل، لأنه بسبب هذه الأمور يأتي غضب الله على أبناء المعصية، فلا تكونوا شركائهم. اوعوا يا شعب الرب تكونوا زي باقي الناس، فلا تكونوا شركائهم، لأنكم كنتم قبلا ظلمة، وأما الآن فنور في الرب. إحنا مختلفين لأننا اتنورنا النهاردة بأمور الله. اسلكوا كأولاد نور يا شعب الرب، الأحياء فيكم لابد إن هم يعيشوا غير الأموات، أنتوا لازم تكونوا منورين. وعايز أقول لكم حاجة عن قصة النور دي سريعة جدا. النور اللي فينا حتى لو صغير قوي، حتى لو هو شمعية أو هو الشمعة صغيرة، النور مهما صغر ينفع يهزم الظلام.
لكن الظلام مهما كبر ما ينفعش يهزم أضعف النور. يعني لو في أوضة ظلمة كبيرة دخلت فيها بشمعة صغيرة تنفع تقهر هذا الظلام بهذه الشمعة، لكن لو عندك ظلمة كتيرة وكبيرة ما تنفعش تيجي على الشمعة دي تظلمها. أنا شجعك قوي قوي النهاردة إنك تكون واحد من أولئك أولاد النور. كنا قبلا ظلمة لكن الآن نور، أسلوكه كأولاد نور، لأن ثمر الروح هو في كل صلاح وبر وحق. خلي بالك قوي من الكلام اللي جاي ده، مختبرين ما هو مرضي عند الرب. أصل النور ده مش معناها زيطة، النور ملوش صوت. وعشان كده أنا شجعك جدا جدا النهاردة، يعني إنك مش تعمل إعلان عن النور لكن تخليه نور، هو هيعلن عن نفسه. وتعرف إيه هو المرضي عند الرب، اللي ينفع اللي يفرح بيه الرب واللي يزعل منه. ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها، لأن الأمور الحادثة منهم سرا ذكرها أيضا قبيح. خلي بالك بقى، ولكن الكل إذا توبخ يظهر بالنور. النور دايما، عشان كده تلاقي دايما يعني يقول عليهم أعمال الظلام، جنود الظلام، يعني جيش الظلمة، كل ده كل دول لأنه الموضوع بالنسبة لهم كله في المستخبي، كله في الكلام الصعب. تعالوا بقى ندخل لموضوعنا الجميل اللي احنا مهم قوي نتكلم عنه، لأن كل ما أظهر فهو نور. لذلك يقول استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. استيقظ أيها النائم، استيقظ أيها النائم، اسمع هذا التحذير، اسمع هذا التحريض، اسمع هذا النداء من ربنا. قوم، مكانك مش هنا، يلي نورت يوم قبل كده وخدت من الرب حياة، قوم، مكانك مش بين الأموات. اوعى تكون واحد زيهم بتعمل أعمالهم، أعمال الظلمة، أعمال الموت. قوم ما تعملش زيهم، قوم ونور، قوم وخلي الرب يستخدمك ويشتغل بيك ويعلم بيك للناس عظمة القيامة التي لنا في المسيح. عارف إيه الفرق بين المسيحية وبين أي حد تاني يتكلم عن ما هو اسمه رسائل؟ إن المسيحية في المسيح النهاردة ذبيحة المسيح، فدى المسيح، غفران المسيح، وإيه كمان؟ وقيامته. لأنه زي ما هتقول الترنيمة اللي جاية، لولا القيامة لكنا نحن بلا حياة وبلا رجاء. أنا عايز أشجعك جدا جدا إن الإله اللي احنا ليه ده إله قيامة مش إله أموات. عارف قال إيه للتلاميذ؟ إنني حي وأنتم ستحيون. ما تخافوش، ما تخافش يا شعب الرب، لينا حياة في المسيح. تعالى سمعك ترنيمة بتقول فرحت قلبي يوم ما قبلتك. يوم ما قبلتك كان يوم عيد، خلصتني، ريحت ضميري، غيرت قلبي بقلب جديد. اخترت الترنيمة دي عشان كاتبها بيقول له أشكرك أحببتني يا يسوع وأنا خاطي، حبك ظهر لي في الصليب. أخذ منها ثلاث أعداد عشان الوقت، عندي كمية ترانيم نفسي الرب يديني القوة إن أعرف أخلصهم. إحنا من دلوقتي هتجيلنا تليفونات، طب ما إحنا لسه بنقولها. طيب ناخد كم ترنيمة وهفتح ترنيمتين وهفتح بعد كده الفرصة للتليفونات. ربنا يباركنا ويشجعنا. لو أنت قبلت الرب النهاردة افرح معايا في الترنيمة اللي جاية، ولو لسه حياتك لسه ما خدتش النور ده، تعالى النهاردة. كاتب الترنيمة من ضمنها يقول كرهت عاداتي وشهواتي وقمت من بين الأموات، لما سطع نورك في حياتي حصلت على كل البركات. شايف؟ قام من بين الأموات، سطع نوره في حياته، وبقى كل البركات دي هو بس الحبيب. مش هنكرر فيها كتير غير القرار. يلا نرنم، تعالى نقول ثلاث أعداد من الترنيمة. فرحت قلبي يوم ما قبلت، يوم ما قبلت كان يوم عيد، خلصتني ريحت ضميري، غيرت قلبي بقلبي جديد.
انت حبيبي، انت حياتي، انت نصيبي، اعظم نصيب. انت حبيبي، انت حياتي، انت نصيبي، اعظم نصيب. حببتني يا يسوع وانا خاطي، حبك ظهر في الصليب. احببتني يا يسوع وانا خاطي، حبك ظهر لي في الصليب. سمعت صوتك بينادي في آية من آيات الإنجيل، وجدت فيها تعزياتي، كان صوتك واضح وجميل. انت حبيبي، انت حياتي، انت نصيبي، اعظم نصيب. انت حبيبي، انت حياتي، انت نصيبي، اعظم نصيب. احببتني يا يسوع وانا خاطي، حبك ظهر لي في الصليب. احببتني يا يسوع وانا خاطي، حبك ظهر لي في الصليب. كرهت عاداتي وشهواتي، وقمت من بين الأموات. هنقول ده تاني. كرهت عاداتي شهواتي، وقمت من بين الأموات. لما سطع نورك في حياتي، حصلت على كل البركات. انت حبيبي، انت حياتي، انت نصيبي، اعظم نصيب. انت حبيبي، انت حياتي، انت نصيبي، اعظم نصيب. احببتني يا يسوع وانا خاطي، حبك ظهر لي في الصليب. احببتني يا يسوع وانا خاطي، حبك ظهر لي في الصليب. كرهت عاداتي وشهواتي، قمت من بين الأموات. عارف ده معنى إيه؟ كل واحد خد الحياة، ما ينفعش يفضل في الموت. اسمع ماذا يقول الكتاب برضو بلسان بولس الرسول في رسالة كورنثوس، بيقول لهم كده، بيقول إن هو على الرب يسوع مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء. الأحياء هنا مش اللي هم ليهم عينين ودان ولسان، لكن الناس اللي بيحكي عنهم دول، بيقول كي يعيش الأحياء فيما بعد. الناس اللي خدوا حياة من الرب، الناس اللي خدوا حياة بقيوا أحياء. كنا أموات بالذنوب والخطايا، لكن خدنا الحياة بالمسيح، من المسيح اللي مات لأجلهم. والناس دول لما قبلوا، زي ما كانت بتقول الترنيمة، يعني فرحت قلبي يوم ما قبلتك، يوم ما قبلتك كان يوم عيد. ده اللي أنا مصدق قوي النهاردة، إنه يوصل لأي واحد فينا لسه في الموت، لسه في الحتة بتاعت منطقة الموت. المسيح مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء بقى، اللي هيصدقوا ويقبلوا، يقبلوا الحياة. الناس دول كي يعيش الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم ولا لأهوائهم ولا لشهواتهم، بل للذي مات لأجلهم وقام. يا أنا بصلي من قلبي النهاردة، يا شعب الرب المسيحي في كل مكان، في العالم العربي بل في العالم كله، تعالوا نعيش عظمة القيامة، تعالوا نعيش أفراح القيامة، تعالوا نعيش نبض القيامة، تعالوا نعيش قوة القيامة، تعالوا نكون الناس اللي ربنا يفرح بيهم في العالم، يبعتهم ينوروا ويحكوا عن عظمة القيامة. ترنيمة اللي جاية بتقول المسيح اليوم قام، هاليلويا. أشجعك قوي قوي تفرح معايا الفرحة اللي جاية دي، أشجعك معايا قوي تفرح، تقول فائزا بالظفري، هاليلويا. بعد حرب وصدام، اللي عمله المسيح محدش تاني عارف يعمله مع عدو البشري. في عدد الترنيمة دي في الآخر أنا حرتلها كلها،
بتقفي لها على ما أذكر 5 أعداد أو يمكن 6 حاجة كده. بتقول لخمسة: هللويا المجد لك، هللويا يا منجي المجرمين. أشكرك، أشكرك إنك أوجدت للمجرمين والناس اللي ما يعرفوش يلاقوا نفسهم سكة ولا خلاص. أشكرك لأنك لقيت لينا النهاردة يا هللويا المجد لك، هللويا كل حين، هللويا. اتشجع يا شعب الرب، لينا إله قام ظافرا منتصرا، لم يمسك من الموت، قام. افرح وقوم كمان انت ورنم وهلل. المسيح يوم قام هللويا، فائزا بالظفر هللويا. بعد حرب وصدام هللويا، مع عدو البشر هللويا. شوكة الموت مضى هللويا، وانتهى هول الجحيم هللويا. مدة الحرب انقضى هللويا، بخلاص للأسير هللويا. أيها الفادي الحبيب هللويا، أنت أحييت القلوب هللويا. ألم الصليب هللويا، ذقت ألم الصليب هللويا. لي فيه ده أسرى الدنيا هللويا. رافع عن القصص هللويا، وفيا عدل الإله هللويا. مانح الأسرى القفص هللويا، سامعا صوت الصلاة هللويا. يا منجي المجرمين هللويا. هللويا المجد لك هللويا، هللويا كل حين هللويا. هللويا المجد له هللويا، هللويا كل حين هللويا. أشكر ربنا جدا عشان صلبه وعشان قيامته. بشكر ربنا جدا، بشكر ربنا لأنه لو ما كانش في قيامة كنا بقينا أشقى جميع الناس. تخيل، تخيل لو المسيح جه وفدى البشر وبعدين ما قامش من الأموات، خلاص كان الموت يبقى هو اللي انتصر، كان يبقى الموت هو نهاية خلاص كل شيء. وربما تستغربوا أنه ده حصل فعلا، لدرجة أن واحد زي توما
ما صدقش. انا النهاردة كان نفسي احكي عن برضو من ضمن الحاجات اللي كان نفسي احكي عنها ازاي انه المشاعر البشرية ممكن تغلب الايمان احيانا، ومع ان ده واحد انا مش بلومه على فكرة خالص، انا بقول ازاي ان ده ممكن يحصل، عشان كل واحد فينا حاصل عنده حتى شيء من الشك في هذا الامر ما يزعلش. بس انا عايز اقولك ان الرب يعني النهاردة يشجعك في انه يوصل لك زي ما وصل لتوما. ربما مش هيعمل معاك نفس الحاجة إلا زلقك محتاج كده فعلا إنه يظهر لك ويقول لك تعال حط إيدك في مكان الجرح، تعال النهاردة صدق الرب، صدق إنه النهاردة مات لأجلك وقام. كاتب التنيمة اللي جاية بيقول أتممت وعد الآب يوم قمت، قمت بنصر من بين الأموات، من بين الأموات. إن كنت قبلا صنعت المعجزات ففي القيامة أقوى المعجزات. بيقول لولا القيامة لكنا نحن بلا حياة ولا رجاء. أنت عارف ليه المسيحية ما فيهاش حاجة اسمها التفاؤل؟ ما فيش تفاؤل، موضوع ما فيهوش تفاؤل، ما فيهوش يا مسهل، ما فيهوش الكلام ده، ما فيهوش هذا النوع من الأداء اللي هو إيه يبقى فكها كده وفرجها، ما فيش الكلام ده. في حاجة اسمها الرجاء، فيها حاجة يعني مش مطرح ما ترسي لقلها، هدينا هنشوف القصة تحصل ازاي. الموضوع عند اللي مصدق ربنا فعلا موضوع عالي وكبير، حتى لو كنت خايف زي التلاميذ لما اجتمعوا وقفلوا الأبواب خايفين، وزي ما توما اللي شك كل هذا الشك وقال أنا نفسي يكون عندي يقين متين، اتشجع. تعرف الرب يسوع قال لتوما ايه؟ قال له طوبى لمن آمن ولم يرى. عارف مين الناس دول اللي طوبهم الرب يسوع؟ انت وانتي وانا، الناس اللي حيأمنوا من غير ما يشوفوا زيك يا توما. يلا نرنم ونقول له نشكرك لذاك يشدو قلبي بالأفراح مجاهرا بقيامة المسيح. قم من الأموات، ارفض كل موت فيك النهاردة، ارفض كل حاجة مضايقاك النهاردة، شداك لتحت، موقعاك، هزمك. تعال النهاردة وقوم، قوم انتفض وافرح بالرب، رب القيامة من الأموات. يلا نرنم سوا. أتممت وعد الآب يوم أنت، كنت بنصر من بين الأموات. إن كنت قبلا صنعت المعجزات ففي القيامة أقوى المعجزات. إذ كنت أنت نفسك الحياة ليس سكنك بين القبور، لذاك قمت قاهرا الموتى مبطلا فعل كل الشرور. لذاك يشدو قلبي بالأفراح مجاهرا بقيامة المسيح. قام ربي قام بانتصار قلبي إلى الأبد أصيح. هللويا للإله من وهبني الحياة، هللويا للإله من وهبني الحياة، هللويا هللو للإله. فخر حياتي وقوة الإيمان تجلى يا في ذا الفجر السعيد، فجر قيامتك من الأموات ففيها كان خلاصنا الأكيد. لولا القيامة لكنا نحن بلا حياة ولا رجاء، لكنك نقلتنا يا ربي من الجحيم إلى السماء. لذاك يشدو قلبي بالأفراح مجاهرا بقيامة المسيح. قام ربي قام بانتصار كل قلبي إلى الأبد أصيح. هللويا للإله من وهبني الحياة، هللويا للإله من وهبني الحياة، هللويا هللو للإله. يا سيدي للجهاد يا من فديتنا من القصاص، مفتكرين بفعل ذا الإيمان و
ملابسينا خوذة الخلاص. لذاك يشدو قلبي بالأفراح مجاهرا بقيامة المسيح، قد قام ربي قام بانتصار من كل قلبي إلى الأبد أصيح. هللويا للإله من وهبني الحياة، هللويا للإله من وهبني الحياة، هللويا هللويا. أشجعك قوي النهاردة في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، إنك تسأل نفسك أنا فين؟ أنا فين؟ من الكلام اللي بسمعه. قبل ما أخد تليفونات حضراتكم أنا هسيب الفرصة، احنا لسه قدامنا شوية وقت قبل الفاصل، أنا هحكي لك عن موضوع جميل أسمعك عليه ترنيمة أو ترنيمتين ربنا يقدرنا مهمين. كاتب الترنيمة اللي جاية بيتكلم عن حاجة في منتهى العجب، بيتكلم عن إله يعرف يحكم الإنسان إنه يعيش بتدقيق. باقي الجزء بتاع أفسس 5 موجود بيتكلم على الناس اللي عايشين حياة قايمة، حياة قيامة. عارف يعني إيه حياة قيامة؟ يعني واحد مش نايم، واحد قايم. طيب التليفونات اشتغلت، طب اخد تليفون وبعد كده نرن. الو الو ايوه خدمه. اهلا وسهلا الاخ ايمن سمير معاك. اهلا بيك اخونا ايمن، زي حضرتك. انا عاوز اشارك بس بحاجه صغيره كده. حاجه عايز اشارك بحاجه ايه؟ دور القيامه. ايوه الضلمه كان الدنيا كانت كلها ضلمه، لكن لما جه نور القيامه اشرق على الارض كلها. امين. وإذا كان نور شمعة صغيرة يقدر يخترق مساحات كبيرة من الظلمة، فكم وكم لو النور ده هو النور المطلق اللي هو يسوع. أشكر ربنا. وفي حضور يسوع والنور المطلق موجود، كل ظلمة وكل حاجة إبليس خدها في حياتنا وحطها في منطقة الظلمة نقدر من خلال يسوع، من خلال القيامة ونور القيامة، من خلال إن احنا نعلن تسبيحات في الشوارع وفي بيوتنا وألسناتنا طول الوقت عن القيامة وعن المقام وعن العظيم النور الحقيقي اللي موجود في الأرض. كل ما نعلن النور في الأرض، أمين. كل ما تتلاشى مناطق ظلمة في حياة الناس، تتلاشى مناطق ظلمة في بلدنا. أمين أمين. أنا بصدق النهاردة إن إحنا نكون نور من خلال النور اللي في المسيح، فتهرب من أمامنا كل ظلمة وينسحب إبليس وناخد منه كل اللي سلبه مننا في حياتنا حطه في منطقة الظلمة في اسم الرب يسوع. أمين. أشكرك أخوي أيمن جدا، كلامك جميل. ربنا يدينا فعلا نكون بناخد بنور القيامة اللي نور به الرب يسوع في قيامته فأضاء العالم كله، أنار لنا الحياة والخلود. الكتاب بيقول كده، ناخد هذا النور لنحيا به كل واحد فينا، ينور بنفسه في كل منطقة، في كل مكان، في كل بيت، في كل عمل. أنا مش ناسي أبدا الترنيمة الصغيرة الجميلة اللي بتقول حتى كمان وقت الضلمة عندنا ابتسامة جاية من عند يسوع لسلامنا علامة. ما أصل لو احنا فعلا مضلمين زي ما هم مضلمين، هم دول ما اقصدش بيهم ناس بعينهم، لكن زي ما ناس الظلمة او ناس العالم مضلمين، يبقى ايه الفضل اللي لينا؟ عشان كده النهاردة لازم تفرق، لازم تختلف، لازم تقوم من الاموات. هرنم ترنيمة بعد شوية كده بتقول انهضني يا يسوع قومني، تعال برعش في كل عظامي، انهضني يا يسوع قومني، كفاياني، مش عايز اعيش زي ما كنت عايش في نوم في موت في ظلمة، عايز أقوم وعايز عايز أعلن للناس عظمتك وقيامتك. معلش هستنى على التليفون، هاخد ترنيمة وبعد كده هاخد التليفون الجاي. خليني أسمعك ترنيمة كاتبها بيتكلم على نوع معين من القيامة هو عاشها من خلال الصليب، وقال إن أنا ليه أنا أعيش في الضعف مع إنك قمت من الأموات؟ قمت بقوة وليا أعيشها وأسلك أسمى حياة. كفاية طعام العالم
مر وباطل ما بيشبعش، انت طعامي وخيري ونفسي بغيرك ما بتشبعش. يا رب انا عايز اعيش ليك كده، يعني كفايه محبه هزيله، ده حبك ليا ما يتغيرش، واحيا بشكل اناني. اول الترنيمه بيقول كده، ليه انا اعيش في الضعف مع انك قمت من الاموات. تعالى تعالى رنم معايا، تعالى رنم معايا، وتعالى انتفض من كل ضعف ومن كل نومة ومن كل موت ومن كل ظلمة، وقوم قوم مع الإله القيامة. تعالى النهاردة وقول له أنا مش عايز أعيش مع العالم للعالم، لكن عايز أعيش في العالم ليك يا رب يسوع. بنور في قيامة عجيبة زي اللي أنت قمتها كده وقومتني معاك من كل خطية. يلا نجرب، تعالى رن، تعالى قول الكلام ده للرب، وتعالى من فضلك صلي معايا كمان. ليه انا عايش في الضعف مع انك قمت من الاموات، قمت بقوة ولي اعيشها واسلك اسمى حياة. ليه انا عايش في الضعف مع انك قمت من الاموات، قمت بقوة ولي أعيشها أسلك أسمى حياة. كفاية طعام العالم مر وباطل ما بيشبعش، ده أنت طعام خيري ونفسي بغيرك ما بتشبعش. كفاية طعام العالم مر وباطل ما بيشبعش، ده أنت طعام خيري ونفسي بغيرك ما بتشبعش. كفاية أعيش في خطية أو مربوك وأنا شايل نير، تعبت من العبودية مع انك ليا اله تحرير. كفاية اعيش في خطية او مربوط وانا شايل نير، تعبت من العبودية مع انك ليا اله تحرير. كفاية طعام العالم مر وباطل ما بيشبعش، ده انت طعام خيري ونفسي بغيرك ما بتشبعش. كفاية طعام العالم مر وباطل ما بيشبعش، ده انت طعام خيري ونفسي بغيرك ما بتشبعش. كفاية محبة هزيلة، حبك ليا ما يتغيرش، وحيا بشكل أناني وتوه من تاني وما برجعش. كفاية محبة هزيلة، حبك ليا ما يتغيرش، وحيا بشكل أناني وتوه من تاني وما برجعش. كفاية طعام العالم مر وباطل ما بيشبعش، ده انت طعام خيري ونفسي بغيرك ما بتشبعش. كفاية طعام العالم مر وباطل ما بيشبعش، ده انت طعام خيري ونفسي بغيرك ما بتشبعش. ليه اتحول عنك وارفع عيني على الانسان، احفظني قريب منك ابدا اعيش وكفاية كلام. ليه اتحول عنك وارفع عيني على الانسان، احفظني قريب منك ابدا اعيش وكفاية كلام. كفاية طعام العالم باطل ما بيشبعش، ده انت طعام خيري ونفسي بغيرك ما بتشبعش. كفاية طعام العالم مر وباطل ما بيشبعش، ده انت طعام خيري ونفسي بغيرك ما بتشبعش. نائم مع الأموات، عنوان حلقتنا النهاردة اسمه نائم مع الأموات. خليني أتابع مع حضراتكم مرة تاني بعد الآف. تعالوا ناخد تليفون من إنجلترا، تعالوا معلش عشان أتفضلي. ألو ألو ألو، مساء الخير يا أخي ناصر. مساء النور، أنا نهال من إنجلترا. أهلا بيك يا أخت نهال، أهلا وسهلا صديقة البرنامج. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أنا عايزة أشكرك وأشكر ربنا بجد على الأيام اللي احنا فيها يا أخي ناصر، لأنها أيام يقظة. لو حضرتك بتتكلم فعلا على أنه النايم يقوم، أنا ما شفتش في حياتي دي كلها، عمري ده كله أيام يقظة زي الأيام اللي احنا فيها دي. شكر ربنا. وكأن حضرتك بتقول أول حاجة في المقدمة خالص إزاي ما نرنمش، أكني عايزة يعني أحط علامات جنب علامة الاستفهام، علامات تعجب إزاي ما نرنمش. صحيح. وأنا بشوف إنه في سبب يخلي الناس، يخليني أنا كمان ما أرنمش،
حاولت انكش في نفسي كده، لقيت انه اللي مش بيعرف يرنم هو اللي بيبص على المتغيرات، الحاجات الظروف الخارجيه. مزبوط. لكن الرب عايزنا نبص على الثابت، والثابت وحده هو الرب يسوع. صحيح. اللي فعلا ان هو حي، وعشان هو حي احنا سنحيا، وهو عينينا وعارفه اطلع ترانيم من جوايا. امين. ونفسي جدا حضرتك تقول ترنيمه السايكوزي اللي شعب الرب كله، الذكي 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 ثياب جمالك، جمالنا هو الرب يسوع. ربنا يباركك باسم يسوع، تكون امين امين دي فعلا سبب يقظه اسم الرب يسوع الناس اللي نايمين، وتكون دايما من مجد المجد. امين. أمين. أشكرك جدا ومتشكر على المداخلة الجميلة. ربنا يساعدنا ويدينا نعمة فعلا النهاردة نكون بنصحى بنفوق، عشان خاطر اللي حاصل حوالينا النوم العام في أو خليني بلاش أقول عليه النوم العام اللي هو يعني ناس مغمورة جوا النوم، لا مش ده قصدي تحديدا حرفيا، لكن بقصد أقول إنه ناس مهمومة بحاجات كتير، واقعة في حاجات كتير، بتتصرف زي الناس بتوع الظلمة بالظبط، ده كان قصدي في الحديث. الناس وصلة للمرحلة النهاردة إنك ما تفصلهمش مهما كان، ربما يكون مؤمن ليه اسم إنه حي لكن هو في الحقيقة ميت، شكله مع الأموات ميت. عن ترنيمة استيقظي أنا يعني سايبها لأخويا ماهر فايز، هو ربنا يباركه هو رنمها هنا في كمان في البرنامج يعني كتير. أنا عندي حاجة شبيهة ليها بتقول قومي عروس الرب لا تعي من السهدي، حاجة قريبة لها كده، طبعا مش حلوة قوي زيها لكن هي ترنيمة رائعة ومؤدية جدا. تعالوا ناخد فاصل ونرجع نواصل حكايتنا عن نائم مع الأموات. في البدء كان الكلمة، والكلمة أثمرت حياة من بطن الأرض. من أجلك أنت كانت الكلمة، ومن أجلك أنت بدأنا وزرعنا وأنتجنا وأثمرنا. من أجلك أنت للكبار والصغار، من أجلك أنت الكلمة. لتبرعاتكم على رقم الحساب التالي، أو الاتصال على هذه الأرقام. أو التواصل عبر موقعنا الإلكتروني. قد تكون قابلتهم كثيراً من حولك، لكنك لا تستطيع أن تقدر حكاياتهم، طرائفهم ومشاكلهم حتى تشاهدها مجمعة في المسلسل الدرامي. أفراد وعائلات يفرحون معاً بلحظات النجاح، ويستمتعون بدفء المحبة بينهم، ويقفون أحدهم بجانب الآخر وقت الضيق. مشاكل وتحديات، لحظات فشل يتبعها الصعود، إنها الحياة بصورها المختلفة تتقابلون معها. ومسلسلات سات سبعة. برنامج يقدم محبة المسيح للعالم، يخبر عن دمعة يسوع كما ورد بالإنجيل، وبكى يسوع ليكون بالقول والفعل ناقلاً محبة الله لكل محتاج، فهو صوت من لا صوت له. ممنوع مع عماد دبور على سعد سبعة في الأوقات التالية. المسيح في حياته علم، واللي علمه عاشه. انت امين وانا بس، قولها له كمان مرة. عالي عالي ومليان قوة. قبل ما الرب يحل المشكلة اعطى سلام. يا احبائي نحن نحتاج الى هذا السلام. ايها القدوس يا رب الحياة،
تستحق ملك الجبال وتسبح اسمك كل الشفاء. رنم أيها الرب الإله. يا عمي ما تصبر ذي مساء الخير. مساء الخير يا نورس. بعتقد نورس فكرت جنيت شو عارف فضي ما يحكي معك. جويس ما حدا شاف نزل عليك مي ما حدا يشرب. سوري أكيد نكمل. ما عم بقدر الله يفوت على قلبي، ما عم بقدر أنا إنه سلي مظبوط. كنت بطلب وقلت يا رب عاود أعرفك أنت مين. وقت اللي أنت كنت عم تبكي أنا كنت عم ببكي، وقت اللي كنت أنت عم تنجرح أنا كنت عم بنجرح. يا رب بشكرك. صليتولي منيح وأنا صرت صلي مظبوط وهلا الله جوات قلبك. كل عالي ينحني كل مهد يتبني منيجي نقف قدامك يا يسوع. نتغير وعنينا تشوف مجدك بوجه ما تشوف. خلي حدود يملى عنينا يا يسوع. خلي حدود يملى عنينا يا هللويا.
معلش متأسف أنا رحت مع الترتيلة ما كانتش متحضرة، أنا بعتذر لكم عشان ما جاتش على التكست بس ما عرفتش أمسك نفسي فيها. المهم طيب حلو مبسوط مني. طيب النهاردة بنتكلم على ناس في التدين اتولدوا في المسيحية، ربما عاشوا في الجو بتاع الترنيم والصلاة، عاشوا في جو الاجتماعات والمؤتمرات والخدمات، لكن ما خدوش حياة حقيقية للدرجة اللي فيهم ناس عايشين وسط الحياة لكن مش أحياء، للدرجة اللي فيها في منهم ناس أول ما بيتقابلوا في أول موقف صعب بيتخبطوا خبطة شديدة جدا ويحسوا إن الإيمان فين ربنا. الأيام اللي فاتت دي وقت ما حصلت الظروف في بلدنا الحبيبة، حصل ده في العالم العربي كله، في ناس كتير ياما تليفونات جات للواحد يسألوه فين ربنا، ليه ربنا بيعمل كده، ازاي ده يحصل، هو ليه كده، احنا كنا عايزينه يعمل حاجة تانية خالص غير كده، ازاي يسمح بحاجة، ايه ده، ازاي يسمح بحاجات، ازاي يجيب الناس دي. شوف يا حبيبي، شوف يا شعب الرب، عايز تعيش موصول بالحياة يعني متوصل بالحياة، عايز تعيش كده واقف طالب ما فوق حيث المسيح جالس، واقف قايم مش نايم، قايم في أمور الله، واقف شايف بعينين مفتوحة. يعني كاتب التنيمة اللي فاتت كان بيقول له كده، بيقول له لما نيجي نقف قدامك يا يسوع كل عالي فينا بينحني وكل مهدوم بيتبني، ده احنا بنيجي في كل مرة بنتوصل بالحياة نتظبط من أول وجديد. أنا النهاردة نفسي بنعمة ربنا مع الترنيمة اللي جاية ترنيمة ليها وقع على قلبي من زمان قوي، كاتب الترنيمة فيها بيقول له اتفضل يا رب خد مكانك، خد مكانتك اللي تستحقها، أنا هنقص وانت تزيد. عايز أقول لكم حاجة لازم نفهمها كويس، لا أنا بل المسيح ما ينفعش أسميها المسيح وأنا، طبعا في ناس عايشة لا المسيح بل أنا كتير حتى جوه الكنائس والاجتماعات، واعذروني في اللي بتسمعوه وأتمنى من قلبي أن ما حدش يزعل مني لأن ما عنديش قصد حاجة وحشة. اتشجع يا شعب الرب، ادي للرب مكانه، ادي له مكانته، ادي له مجاله أنه يشتغل، زيح على جنب وخلي الرب النهاردة يقومك من موتة أفكارك أو من موتة ذاتك. كاتب الترنيمة دي بيقول له حاجة جميلة جدا، بيقول له ينبغي أن تزيد أنت يا سيدي وأنا أنقصه، من سواك بالحب اشتراني يوما، اتكلم على الفدا، عندما جئت يا يسوع لأجلي والصليب قد هداني لك يوما، عندما مت يا يسوع لأجلي. بعدين يقول له صار اسمي عندك لا أخشى لوما عندما قمت يا يسوع لأجلي. بعدين يجيب تيمة في الآخر كده من أروع ما يكون، بيقول له فأعني، وأنا برنم فأعني صليها معايا لأن ده هدف البرنامج، معلش هنستنى السنة على التليفونات وهنقول كده، فأعني يا إلهي لتكون أنت في حياتي أولا منكرا ذاتي فيصير المجد لك وحدك أبدا، أنت يا سيدي أنت تزيد وأنا أنقص. عارف ساعتها إيه اللي يحصل؟ تقوم، ما أصل هو لما بيزيد وبينور هتلاقي نفسك مش من ضمن الأموات ولا مع الأموات. بعد الترنيمة دي أحكي لك باقي أفسس 5 قال لهم إيه عن حياة القيامة دي، اسمع كده صليها معايا وقول للرب ينبغي أن تزيد أنت يا سيدي
وأنا أعطس. ينبغي أن تزل أنت يا سيدي وأنا أعطس. من سواك بالحب اشتراني يوما عندما جئت يا يسوع لأجلي، والصليب قد هداني لك يوما عندما مت يا يسوع لأجلي. صار اسمي عندك لا أخشى لوما عندما قمت يا يسوع لأجلي. فأعني يا إلهي لتكون أنت في حياتي أولا منكرا ذاتي، فيصير المجد لك وحدك أبدا. أنت يا سيدي ينبغي أن تزيد أن تزيد أن تزيد. وأنا أنقص وأنا أنقص. فأعني يا إلهي لتكون أنت في حياتي أولا منكراً ذاتي، فيصير المجد لك وحدك أبدا. أنت يا سيدي ينبغي أن تزيد أن تزيد أن تزيد. وأنا أنقص وأنا أنقص. أنت تزيد أنا أنقص. ياما ولاقي نفسي في كل مرة، أيوة في كل مرة، إني أنا أنقص وهو يزيد، القيامة تعلن فيا أكتر. تعال أحكي لك، قال إيه بولس الرسول اللي بتوع رسالة أفسس، بتوع أفسس، قال لهم إيه بعد ما قال لهم؟ قال للواحد فيهم استيقظ قوم اصحى فوق أيها النائم وقم من الأموات فيضيئك المسيح، ينورك ويستخدمك ويباركك. هتكلم عن حاجة اسمها حياة التدقيق. تعالوا نجيب الجزء ده بتاع من عدد 15 وتعالوا نحكي فيه بسرعة، وبعد كده يعني في الوقت القليل اللي جاي ده هاخد يعني تليفون أو اتنين تاني، مش هاخد أكتر من كده معلش، من غير ما حد يزعل. يقول فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، ده في عدد 15 من رسالة بولس رسول لأهل أفسس أصحاح 5 من عدد 15، ياريت نحطه على التكست يبقى كويس. فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. الجهلاء هنا مش بيتكلم على الناس اللي بتجهل القراءة والكتابة، خلي بالك، ولا بيقول لهم اوعوا تكونوا كجهلاء، يعني ده معناه انه بيقلل من قدر الناس اللي ما خدتش نصيب كبير من العلم، لكن هو بيتكلم هنا على حاجة اسمها الحكمة، الحكماء، الناس اللي هي بتعرف تقدر ربنا وأموره، لدرجة أنه بعد كده يقول لهم لفظ صعب قوي، يقول من أجل ذلك، تعالوا نكمل في عدد 16، يقول من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. نقف هنا وقفة صغيرة، ايه اللفظ الصعب ده؟ يقول لهم لا تكونوا اغبياء، مش ده صعب الكلام ده؟ هو هنا مش بيتكلم على غباء الذهن ولا بيتكلم على جهل القراءه والكتابه، ده بيتكلم على نوع تاني اسمه الغباء الروحي. عارفين مين في الكتاب كان عنده هذا الغباء الروحي باختصار؟ الغني الغبي. حضر الكتاب ما يقولناش عنه انه هو كان انه راجل مش ذكي، بالعكس ده نجح في البيزنس بتاعه
وأخصبت كرات وجابت محصول كبير وقال كده أنا ههدم مخازني القديمة وأبني أخرى جديدة وأجمع إلى مخازني الجديدة وأقول لنفسي كلي واشبعي وافرحي تمتعي تمطعي لك خيرات كثيرة للسنين كثيرة. جاله الصوت قال له يا غبي. إيه ده؟ الغباء اللي بيتكلم عنه هنا هو غباء القلب، غباء الغباء الروحي. مع أنه الراجل ده كان ذكي جدا في البيزنس، ربما كان ذكي اجتماعيا جدا، كان عنده ده بيقول أخصبت كرات وده ظهر كان عنده بلد بحالها، يعني زي عزبة كبيرة كده هو كان الكبير بتاعها، أخصبت كرته. لكن تستعجبه جدا جدا أن الراجل ده ما كانش عنده ذكاء روحي. أيوة، عشان كده بيقول لهم خليكوا حكماء، حياة القيامة تستدعي الحكمة في الكلام في التصرف في كل أمر. وكمان عايزة نوع من الذكاء اسمه الذكاء الروحي، بدل ما تحوش قرشين للزمن. يا ناس حوشت قرشين للزمن وماتوا وسابوا القرشين والزمن منفعش معاه القرشين، لدرجة انه هذا الغني بيقول له كده الليلة تطلب نفسك منك وهذه التي أعددتها لمن تكون. هو ده الغباء الروحي. قال لنفسه عاش لنفسه ما عاش للرب. الآية بتقول كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. سرعة عادي على الحاجات الباقية. بيقول ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. أيوة، حياة القيامة عايزة امتلاء من روح الله. كل يوم زي ما بشحن موبايلي عشان أنزل بيه وأعرف أتكلم، كل يوم لازم أمتلي من روح الله، لازم أخذ من ربنا كلمة، لازم أسمع منه، لازم أقعد قدامه. دي حياة القيامة، دي حياة النور والأفراح. وبعدين يقول لهم على حاجة جميلة جدا، يقول لهم مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وأغاني روحية مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب. نفسي مرة الرب يدينا حلقة كاملة عن هذا النوع من الأفراح. هنرنم ترنيمة كمان شوية بتقول أنا للرب أهتف له من كل القلب. فيها عدد الترنيمة دي رائع جدا، يقول كده ما دمت قمت مع يسوع أطلب ما فوق الربوع إلى السماء. ليه واحد بيرنم عن القيامة بالهتاف؟ لأن التسبيح من ضمن علامات الصحيان، من ضمن علامات القيامة. كمان بعد كده يقول لهم شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب. خلي بالك، لله الذي هو الآب، مش الله والآب دول حاجتين، لا، لله الذي هو الآب. عشان كده افرح واهتف واشكر، حتى لو عندك مرض اشكر، حتى لو عندك دين اشكر، او عندك ظرف صعب ممكن من خلاله عدو الخير يخليك تموت وتتقهر. انا النهاردة اشجعك جدا جدا انه يكون عندك قيامة. ايوة، قيامة بيسوع المسيح. كاتب الترنيمة اللي كاتب الآية الجميلة دي بيقول انه شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله الذي هو الآب. وبعدين يقول خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. بيتكلم طبعا هنا أناس الله وبيتكلم ناس جماعة مؤمنين. من ضمن الحاجات اللي بتخلي ما فيش حياة قيامة في الاجتماعات، في حاجة صعبة جدا، عدم تقدير الآخر، عدم الإحساس بأخويا اللي جنبي. من ضمن الحاجات الغريبة جدا لما حتى حد يدي لحد حاجة بيديها له يعني تفضلا منه عليه، مش عارف ان الرب هو صاحب أعظم فضل. خليني أشجعك النهاردة وأقولك هذا الإله العظيم، نعم هذا الإله العظيم، له عندك قيامة عظمى عايز يقومها لك، وله فيك دفع فيك ثمن غالي. فأنت النهاردة من حقك تاخد القيامة دي وتقوم، من حقك تترفع، من حقك تتشجع، من حقك تقوم من أول وجديد. قم من الأموات أيها النائم مع الأموات. الصوت النهاردة من خلال الشاشة بيقولك استيقظ، استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيئك المسيح. عيش حياة التدقيق، عيش حياة القيامة. تعالوا نتشجع سوا. في ترنيمة جميلة قوي كتبها بيقول كده فيك قلبي يستريح ليس في مشيئتي أنت فدي المسيح خيري وكفايتي. عارف يعني إيه؟ يعني النهاردة أنا الذكاء الروحي الحقيقي إن أنا أحط حياتي
مع المسيح، لما أقول له لتكن مشيئتك، أو للترنيمة يقول أفرح في كل حين فيك ربي المفتدي، يا حبيبي الأمين، يا حياتي سيدي. إن شاء الله نلاقيها على التكست، أنا عارف أنها ما كانتش مترتبة، لكن أشجعك قوي، أشجعك قوي تصلي معايا الكلام الجميل ده. يلا بينا سوا. أفرح في كل حين فيك ربي المفتدي، يا حبيبي الأمين، يا حياتي سيدي، كل عمري معك أنت من أحببتني، قد سلمتك يا إلهي الغني، كل عمري معك أنت من أحببتني، عمري قد سلمتك يا إلهي الغني، فيك قلبي يستريح ليس في مشيئتي، أنت فادي المسيح خيري وكفايتي، كل عمري معك أنت من أحببتني، قد سلمتك يا إلهي الغني، كل عمري معك أنت من أحببتني، عمري قد سلمتك يا إلهي الغني، يا إلهي الغني. خليني أصلي معاك الترنيمة اللي جاية. أيوة أصلي معاك الترنيمة اللي جاية. كاتب الترنيمة بيقول يا سيدي الحبيب يا نور عمري. في مشهد من ضمن مشاهد الكتاب ان الرب جمع العظام وجمع الموت عشان يعمل منه حياة، ينقله نقلة حياة، جمع الموت وينقله نقلة حياة. تعال برعش في كل عظامي، كاتب الترنيمة اللي جاية بيقول انهضني يا يسوع، انهضني، مشتاق لعملك فيا، محتاج للمسة قوي. معلش هستنى على التليفونات، انا عايز اصلي الترتيلة دي وعايزكم تصلوها معايا، يمكن مش هنكرر حاجات فيها كتير عشان الوقت، بقى لنا حوالي ربع ساعة. تعال من فضلك وقول لربنا كده مشتاق، نفسي اقوم، نفسي انهض، نفسي اكون زي ما انت عايزني، واقول لكل نايم استيقظ استيقظ أيها النائم، قم من الأموات فيضيئك المسيح. ليك فرصة النهاردة تقوم، تنتفض عن كل أمر مش عاجب ربنا، عن كل حاجة وحشة تعايشت معاها وديت نفسك العذر إنك تعيش فيها. ربنا بيقولك ده اسمه موت ما اسموش حياة. تقول معلش بس أنا عايز راحة يا حبيبي، إرادة الله قدستنا يعني مش راحتنا، ربنا بيدور على اننا نوصل لمرحلة قداسة مش راحة وانبساط، القصة دي بتيجي بعدين الراحة والانبساط. تعالى صلي معايا. يا سيدي الحبيب
يا نور عيوني آتي إليك يا ربي فانهضني، آتي إليك بكل ضعفي اسمع صراخي واشفي نفسي، محتاج إليك يا ربي انهضني يا يسوع، انهضني يا يسوع. مشتاق لعملك فيا، محتاج للمسة قوية، مشتاق لعملك فيا، محتاج للمسة قوية، انهضني يا يسوع، انهضني يا يسوع، انهضني يا يسوع. مشتاق لعملك فيا، محتاج للمسة قوية، مشتاق لعملك فيا، محتاج للمسة قوية، انهضني يا يسوع، انهضني يا يسوع. من حبك العجيب ألهب قلبي، فأشبع قلبك بصدق حبي. تعالى برعش في كل عظام، روحك يملأ كل كياني، تعالى وبدد كل أحزاني، انهضني يا يسوع، انهضني يا يسوع. مشتاق لعملك فيا، محتاج للمسة قوية، مشتاق لعملك فيا، محتاج للمسة قوية، انهضني يا يسوع، انهضني يا يسوع، انهضني يا يسوع. مشتاق لعملك فيا، مشتاق للمسة قوية، مشتاق لعملك فيا، مشتاق للمسة قوية، انهضني يا يسوع، انهضني يا يسوع. أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، وانا محتاج يا يسوع دمك يطهرني، انا محتاج لمسة روحك تغيرني، انا محتاج يا يسوع دمك يطهرني، وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك هتفك الاسر وحقك هيحررني، وانا لما اجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك هتفك الاسر وحقك هيحررني. ايوه رب، انا جاي ضعيف امنيني، انا جاي حزين عزيني، انا جاي لك خاطب رقني واشفيني، المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك وارقيني. انا جاي ضعيف قوي، انا جاي حزين عزيزي، انا جاي لك خاطب رقني واشفيني، المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك وارقيني. لمسة من هدب ثور هتشفيني، كلمة من فم جلالك هتحيني. أيوة،
لمسة من حب ثوب هتشفي، كلمة من فم جلال هتحيي. وانا لما اهدى واشوفك واشوف اسمي على كفوفك هتفك الاسر وحقك هيحررني. وانا لما اهدى واشوفك واشوف اسمي على كفوفك هتفك الاسر وحقك هيحررني. انا جاي ضعيف قويني، انا جاي حزين عزيني، انا جاي لك خاطب رقني واشفيني. المسني بسلطانك وريني من جلالك، اغدر قلبي بحنانك وارويني. انا جاي ضعيف قويني، انا جاي حزين عزيني، انا جاي لك خاطب رقني واشفيني. المسني بسلطانك وريني من جلالك، اغمر قلبي بحنانك وارويني. مش عارف اخد تليفون تاني ولا لا. طب معلش اعذروني اعذروني معلش. طيب اتفضل. طيب اتفضل تليفون. الو الو ايوه ايوه لا مين مع حضرتك؟ اهلا بحضرتك. مين المطور؟ اهلا بحضرتك. اتفضل اتفضل قول مداخلتك. ايوه ممكن نشارك مع البث اللي انت بتسمعه. قول تاني من فضلك. منير عزيز من مصر. اهلا بحضرتك يا اخي منير اتفضل. مساء الخير يا اخي ناصر. مساء النور. اتفضل يا حبيبي انت معايا على الهواء اتفضل. اهلا بيك مساء النور. الحقيقه حضرتك بتتكلم في موضوع هام جدا وهو السهر، واحنا محتاجين السهر والتيقظ. امين. يعني محتاجين ليه او كتير الايام دي. صحيح. لان قريب جدا الرب على الابواب. امين. والرب جاي قريب. أمين. وطبعا عمليه النوم دي بتؤدي ان الواحد اللي يقول انا نايم وقلبه مستيقظ كما يعني حدث في العهد القديم مع روس النشيد، وايضا على جبل التجلي لما كان التلاميذ نام. صحيح. تفرص الامور بين الرب وبين موسى على جبل جثيماني. فينبغي لينا ان احنا نسهر دائما علشان نقدر نميز صوت الرب عن صوت اي عن صوت اخر. وايضا صحيح. احنا لينا الثقه الكبيره ان احنا موقوفين على كفه. امين. مكتوبين على طاق محمولين. أمين. على كتابه محمولين على الاذرع الابديه لعناء الالهيه. فده شيء جميل جدا. لكن كل ما ارجو ان الرب يعطينا الايام دي السهر والتيقظ. امين. ده موضوع جميل جدا. رب يباركك. متشكر يا اخي منير. رب يحافظ عليك ويباركك. متشكر على المداخله. احنا مصدقين انه عروس الرب او كنيسه المسيح، ومش هقول عنها كنايس، انا مصدق ان الرب لينا النهارده يعني بصوته بكل قوه. قومي قومي عروس الرب لا تعي من السهر. سهرتي كتير؟ تعبتي كتير؟ اضطهدتي كتير؟ لك عريس في العلا هو رجل مجدي. اوعي تنامي يا عروس المسيح، اوعي تنامي. اخونا الحبيب اللي عمل مداخله كان بيتكلم على التلاميذ اللي ناموا، لكن ما تخافيش يا عروس المسيح، ليكي إله مجيد. تعالوا في الدقائق القليلة اللي جاية أخذ الترنيمة دي، معرفش هيكون عندي وقت تاني ولا لأ. نفسي أختم بالترنيمة بتقول أنا للرب أهتف له من كل القلب وأقول ما دمت قمت مع يسوع. حتى ناخد عددين من الترنيمة دي وعددين من الترنيمة دي عشان الوقت بتاعك. قومي يا عروس الرب لا تعي من السهد، لك عريس في العلا وهو رجل مجدي. تبكي له في غربة في عالم الهول، حيث الجهاد والعنى ووحشة الليل. فقد تناهى الليل كان جدا، والرؤات فعلا لينجز الوعد. إذ قلبه المشتاق لا يحتمل التأخير،
ولا ستره الارض في كرسي الرفيع وستراك معه في المجد والملك بعد انقضى الغربات والالام والضنك لمن اساب علي اذا سري ولا تبكي فهلك الرب وهل كل كتبك لمن الأسى بعد إذا سري ولا تبكي فهلك الرب وهل كل كذلك أنا للرب اتشجع قم من الأموات قم حتى من النوم النهاردة وانطلق واهتف للرب من كل القلب عيش حياة التدقيق عيش بالحكمة كحكماء لأن الأيام شريرة مفتدين الوقت فاهمين ما هي مشيئة الرب ممتلئين بالرب ممتلئين بالروح مرتلين في قلوبكم للرب خاضعين بعضكم لبعض في كف الله يلا قولوا معايا أنا للرب أهتف له من كل القلب أنا للرب أهتف له من كل القلب على حساب النعمة قد خطرت خطيئتي على حساب النعمة صرت له وهو لي وجه نظري يا حبيبي إلى جمالك العجيب وجه نظري يا حبيبي إلى جمالك العجيب واحصر لي في شخصك لأنظر من الصليب واحصر لي في شخصك لأنظر من الصليب أنا للرب أهتف له من كل القلب أنا للرب أهتف له من كل القلب على حساب النعمة قد سترت خطيئتي على حساب النعمة صرت له وهو لي ما دمت قمت مع يسوع أطلب ما فوق الربوع ما دمت قمت مع يسوع أطلب ما فوق الربوع إلى السماء يسوع لي كل المنى إلى السماء يسوع لي